السلام عليكم سيدي، واش شريتي بي سي؟ واش فيه لا غارونتي؟ تقدر ترجعوه الى لقيتي فيه مشكل؟ وشحال المده اللي تقدر ترجعوه فيها؟ شحال كيشد في الشارج؟ شحال فيه في لاغام وفي الديسك ديور؟ واش انت باش كتبغي تشري شي حاجه 3000 سؤال كيطيح لك في بالك؟ يمكن تبغي تعرف الثمن ديال داكشي اللي باغي تشري، ولا المميزات ديالو، الجوده ديالو، واش غادي تستافد من شي ضمانات، وشنو هي الشروط اللي غادي خاصك تحترم باش تستافد من هاد الضمانات، وزيد وزيد. بلا شك بعض المرات كتقول بلا ما نعيق على البايع ونكثر عليه بالاسئله. ايوا لا 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 سيدي، غير خذ راحتك وسول مع راسك، حيت القانون 31.08 المتعلق بالحمايه ديال المستهلك كيعطيك هذا الحق، ومن الواجب ديال البايع انه يعطيك جميع المعلومات اللي متعلقه بداكشي اللي باغي تشري. ولا ما احترمش الواجب ديالو يمكن له يتعاقب بواحد الغرامه كتوصل حتى ل 10000 درهم. ايوا شتي المعلومه شحال ممكن تقام غاليه. المهم ديما دير في بالك كمستهلك قبل ما تسيني شي كونطرا، قراه وسول مزيان، وإلا ما اقتنعتيش بالأجوبة بناقص كاع من هاد البيعة وشريا، حيت القانون كيعطيك حق الاختيار أنه تشري ولا ما تشريش وبلا ما تشرح علاش. وما تنسوش بلي القانون كيحمينا، وخاصكم تعطيو قيمة لحقوقكم كمستهلكين، سواء كان عبر جمعيات اللي خاصة بحماية المستهلك أو عبر المحكمة.